مشاهدينا الاعزاء، مستمعينا الافاضل، التحيه تتجدد من ارضيه هذا الميدان بتجدد انطلاقاتنا وتحدياتنا الجميله من عاصمه الميادين، من ميدان الوثبه لسباقات الهجن العربيه الاصيله بتحديات الأصالة والتراث، بانطلاقات سن الكبار، بتحديات سن الحول والزمول التي انطلقت في هذه الصباحية المميزة، والتي توزعت أشواطنا ما بين الحول المحليات والمهجنات، ما بين الزمول المحليات والمهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين الذين أتوا من كل حدب وصوب، من كل فج عميق للمشاركة في هذا الصرح التراثي الكبير، عاصمة الميادين ميدان الوثبة. يسير شوطنا الرابع والذي حمل أول منافسات الزمول المهجنات الأصايل، ويعتبر الشوط الأول للزمول المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نبدأ مع المقدمة والصدارة، من يتواجد على المركز الأول مروح، اللي روح منذ البداية وانطلق مع صدارة هذا الشوط لبطي بن سعيد بن عيلان المهيريتين على صدارة هذا الشوط، ويتقدم مع مروح. المركز الثاني، هناك انطلاقة وتحديات سلهود، يأتي بالمركز الثاني ويتقدم مصبح بن راشد الفتان، يأتي مع هذا الشعار الجميل، شعار فتنة. المركز الثالث، من يتواجد؟ يتواجد مغامر، ويتحرك مغامر بالمركز الثالث بشعار سالم بن سلطان بن رشيد السويدي. بينما المركز الرابع هناك الشمالي، وصل الشمالي لصالح بن هادف بالضحاك المنصوري، يأتي على المركز الرابع. بينما المركز الخامس تحرك في هذه اللحظات وانطلق نقد لناصر بن سعيد بن ناصر الزرعيتنا في هذه اللحظات الجميلة، ويتقدم على المركز الخامس. بينما المركز السادس تحرك ضاري، انطلق ضاري في هذه اللحظات لسهيل بن محمد بن سهيل بو خرايط العامري، يتقدم هنا راعي شاهين لياتي مع ضاري بالمركز السادس. بينما المركز السابع ذيبان، يتقدم لقانم بن علي بن حمودة الظاهري على سابع المراكز. بينما المركز الثامن، من يتقدم؟ هناك وصول جميل على المركز الثامن لياتي ويتقدم احد الاسماء، يتقدم الشقب لظاهر بن جمعة بن حارب المهيري. بينما المركز التاسع انطلق فيه وتحرك بديع لعبد الله بن عتيج بن جمعة الرميثي. المركز العاشر، وصول وانطلاق من مولع لحمدان بن قانم الفلاحي، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى ركب الصدارة، العودة إلى التحدي الجميل، إلى الانطلاق المثير ما بين هذه الأسماء، ما بين هذه الشعارات، ما بين الأبطال والأقوياء. هنا من يقدمون لنا هذه الأسماء الكبيرة وبنوك المستقبل التي تتواصل بتحدياتها بانطلاقاتها. ومروح، مروح اللي على الصدارة، اللي على المركز الأول بدأ يروح على مسار الأول والانطلاق الأول. هناك لعبطي بن سعيد بن عيلان المهيري، ولكن بدأ التجاوز، وبدأ هنا بدأت المعركة ما بين مروح والشمالي اللي تقدم وتحرك بالمركز الأول لصالح بن هادف بالضحاك المنصوري. المركز الثالث، وصلكم ذيبان، وصلكم ذيبان، وتقدم في هذه اللحظات الجميلة
الدولة ليأتي بشعار الاقتصادي، بالشعار الاقتصادي هنا يأتي بانطلاقتي غانم بن علي بن حمودة الظاهري أحد المعاصرين والأبطال، هنا يأتي مع انطلاقة ذيبان، يتحرك ذيبان ويتقدم على أرضية هذا الميدان. المركز الثالث ضاري، تحرك ضاري هنا في هذه اللحظات، قادمون قادمون أهالي الجبيب في هذه اللحظات الجميلة، ليتقدم أيضا السهيل بن محمد بو خرايط العامري، يتقدم في هذه اللحظات ليكون حاضرا بالمركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز، مع الشقب لظاهر بن جمعة بن حارب المهيري، بينما المركز السادس بديع لعبد الله بن عتيج بن جمعة الرميثي. ياتينا المركز الثامن مع عرمرم لمانع بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز التاسع يتحرك فيه ويتقدم البيرك راشد بن عبيد الفيدة المري، وعاشرا مع انطلاقتي ايضا نقد لناصر بن سعيد بن ناصر الزرعي، ولكن العودة الى المركز الاول، العودة الى الصدارة، العودة الى انطلاقات هذه الاسماء، الى مروح والى الشمالي، الشمالي ومروح، وبدأت المنافسة وضاري وذيبان والملاحقة من هذه الاسماء الكبيرة. ولكن عودتنا الى مقدمة الشوط، عودتنا الى الشمالي، الى الشمالي الذي يتقدم ولا يبالي يكون حاضرا بهذا الحضور المشرف لمالك. هناك بالمركز الاول صالح بن هادب بالضحاك المنصوري، يتقدم ويقدم لنا هذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني مع مروح لبطي بن سعيد بن عيلان المهيري، يتواجد مع المرتبة الثانية ويتقدم هناك مع المركز الثاني. المركز الثالث هنا مع الأسماء الواصلة مع الفهيدة، ولكن بدأت المنافسة، بدأ التحدي، بدأ الصراع، بدأت القوة، ومروح روح 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 الله 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 الله. إذا بطي بن سعيد بن عيلان المهيري يسيطر ويحكم القبض على المركز الأول ليكون حاضرا بهذا الحضور الجميل في أول أشواط الزمول، المهجنات الأصايل. ولكن الشمالي يحاول، يحاول مع صالح بن هادف بالضحاك المنصوري. أمروح الشمالي، الشمالي أمروح. اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة ما بين أمروح الشمالي، الشمالي الشمالي أمروح، أمروح الشمالي، أمروح والشمالي. ولكن الشمالي، تهانينا لصالح بن هادف بالضحاك المنصوري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مروح لبطي بن سعيد العيلان المهيري، بينما المركز الثالث منذر لمحمد راشد بن سعيد الحسناء المرير. المركز الرابع مع انطلاقتي ايضا وتحدياتي هناك عرمرم لمانع بن خليفة بن رشيد السويدي، وخامس المراكز البيرك لراشد بن عبيد الفيدة المري. اذا مشاهدينا الاعزاء، مستمعينا الافاضل، شاهدنا هذه المنافسة الرائعة والقوية والمميزة من بين هذه الاسماء الكبيرة والشهيرة. إذن الشمالي هو بطل هذا الشوط من قبل أسبوعين، يأتي ويكرر الإنجاز في هذا الصباح الجميل بتوقيت زمني مقداره 9:41 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس إلى مالك الشمالي صالح بن هادي بالضحاك المنصوري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مروح لبطي بن سعيد عيلان المهيري، وتوقيته الزمني المرافق له لحظات الفوز والانتصار 9:42 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس. بينما منذر من وصل على المركز الثالث لمحمد راشد بن سعيد حسنا المري. إذن التوقيت الزمني المرافق لمنذر لحظات الفوز 9:00
52 ثانية وستة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس.